سنان تاع سنان تاع سنان باهي سيدي. فما شكون ومش توانسه راهو مؤمنين بصوت عفيفه قالوا احنا سنان نحبوك انت تطلع تغني في المسرح يعني مع الفن. ما هو فما ليله افتتاح ولا ليله اختتام اي فما سهرة أخرى اللي هي اللي هي الاختتام جابوها فنانين واحدة جزائرية يعني ربي عينهم أنا الناس كل جزائرية وزوز مصريين واحد صحيح رامي كمعروف عامل غنيت أما الآخر أبدا يعني مش معروف نكير إن شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل معناتها نتمنى النجاح الناس الكل. المهم ما راني كان أقبل أنا في بالي متهنية وقالوا له أمورك مريقلة تكلموا علينا وكل شيء أمورنا يعني ما راني كان في الآخر قال لك واحد تونسي وقت يعملوا اجتماع وكل شيء والناس كل موافقة واحد تونسي قال لهم تيلي عفيفة منزل اوكي نعرفها انا نعرفها من بكري وكذا وخذت الجواز صحيح صحيح ويعرفني مليح مليح راه مازلت يعني مش معروفة برشا برشا معناتها مثالش خليها تو كي تنشر نعرفها معناها